مش جون، مش جون، وانا جاي اعتذر لك. انا اللي اعمى ومتسرع واحمر كمان، مش جون. واتضح ان جابوا ايده فعلا. يا احلى والله، امبارح يا سيدي كنت سهران في قاعده، بالصدفه كان موجود مين؟ سفير الارجنتين. الراجل خدني على جنب واعترف لي انه مشغول وعيط. عشان تصدقونا بس اما نقول لكم انا بتفرج على كوره من قبل ما انتم ما تسمعوا عنها. لا لك. بقول لك ايه؟ المبلغ ده هيتورط بنفس نمره الطلب بتاع امبارح. مطار مطار لو سمحت، حاس لو سمحت، اتفضل لو سمحت، لو سمحت كلمة من فضلك، لازم أكون في المطار بعد 50 دقيقة من دلوقتي، لو سمحت. هدفع 100 جنيه. لو أنا مكانك كنت نزلتني، بس أنت ما تعملهاش لأنك أحسن مني. كلام اللي بتقوله ده يا أنور أفندي، ده أنت أجدع مني 100,000 نوبة. اتفضل انزل يا أخوي. يعني ايه؟ هات بقى 3 شلم. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. الحمد لله على السلامة. امسك يا اخويا. اللي جابك يخليه لك. في حياتك. ماما زمانها جاية جاية، بعد شوية جايبة معاها برسيم. بقول لك ايه؟ ما عندكمش اوضه فاضيه؟ لا ليه؟ عشان ام العيال بس تاخد راحتها مع العيال، لان انا ما اضمنش قوي الدلال ولا الاخ جيجي ده. كان من عينيا ابو العيال. طب بقول لك ايه؟
بمناسبة الليلة السعيدة دي أنا عازمك على العشاء. هي دي بقى اللي بيسموها أعلى مراكز السلطة؟ بدنجان مخلل وبدنجان مقلي وطحينة وبابا غنوج وحمص الشام وبطاطس مقلية وبطاطس مسلوقة وبصل وخيار وجبنة قريش بالطماطم وجبنة قريش من غير طماطم وبطاطس مقلية تاني وطماطم تاني. وإيه ده؟ دي حاجة صفرة كده ما قلت القوية. وكرنب أو كله بقى تنوعات على هذا اللحم. عرفتي بقى ان احنا احسن من الاجانب؟ هم ما عندهمش سلطة. يعملوا بيها ايه؟ نفسهم مفتوحة على طول، بيدخلوا في المفيد عدل. احنا بقى اللي نفسنا مسدودة، محتاجة مجهود عشان تتفتح. ¥8.60 و34 مليم. البيع عشان الرجاله. كم؟ 80 جنيه و60 قرش. اوكي. قريت 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 80 جنيه و60 قرش. اوكي، احنا مش هندفع المبلغ دوا. انت يا اما جيب لنا البوليس يا اما نروح سوا. هو جود الحمام بكام؟ دي تسعيره سياحيه يا فندم. عاوز اعرف اقول لي بكام. بطل اسكت انت يا انور، ما تتدخلش، ما تجننيش. اما اشوف بقى ايه اللي هيحصل في الليله السوداء دي. جود الحمام بكام؟ 14 جنيه يا فندم. ب 72 جنيه سلطه. اطلب لنا البوليس بقى. السلطه بره التسعيره يا فندم. احنا ما طلبناش سلطه، احنا مش محتاجينها، احنا نفسنا مفتوحه على طول. كنت رفضتيها يا فندم؟ وانا مالي؟ ولا اعرف انها سلطه. ناس جت رصت حاجات ورجعت بيها تاني. يا عم اطلب لنا البوليس. يا فندم حضرتك بنت اصول وعارفه ان بقول لك ايه، انا لا بنت اصول ولا ابويا موظف كبير في الداخليه ولا عمي مسؤول في السياح ولا خالي رئيس مجلس اداره الحي اللي انتوا تابعه. انا ست عاديه جدا وجايه من اعتبرني جايه من العربخان. وبقول لك اطلب لنا البوليس، يا اما انا بقى اللي هطلبه. تحت امر سيادتك. تحب سيادتك تدفعي كام؟ 15 جنيه وخمسة جنيه جدعانة منا للرجال، يبقوا 20 ونبقى مكرمينكم قوي. خلاص يا فندم، اللي تشوفيه سيادتك. امسك يا ولد امسك. واد جنيه تمن الكاس اللي انا رميته في النيل. متشكر قوي يا فندم، احنا ما بنقبلش العوض من حد. ماشي اخويا وماشي. يلا تحت امرك فندم. اطلب لنا الشرطه لو سمحت. حاضر. شرطه. قلت يا حلاوه، هنروح جمعيه الرف بالحيوان ولا جنينه الحيوانات في الاول؟ لا، الرف بالحيوانات الاول عشان نسلمهم وما يبقاش معانا لا دلال. ماشي. ايه ده يا استاذ؟ الجواب بيقول جحش ومعزه، لكن دول ثلاثه. ما المعزه ولدت؟